مرحبو، تزرع بالأشجار المثمرة على جميع أنواع اللوزيات مع الحمضيات. تقريبا يزرع فيها حوالي 30 صنف من الأشجار المثمرة. هلأ عم نعتمد على الزراعات البديلة وعلى الري بالتنقيط. هيدي الأرض فينا نستعملها نحن بالسنة مرتين، موسم شتوي وموسم صيفي. وبس ننتهي من فصل الشتاء وموسم الشتاء بيرجع عنا موسم الصيف. موسم الصيف بنرجع بنهيئ بنزرع بندورة وخيار وباذنجان ولوبيا. موسم الصيفية أصعب علينا من موسم الشتاء. موسم الصيف بيبقى ما في أمطار وبيصير شوية جفاف للمياه، والزرع بالصيف كمان بيستهلك مياه أكثر من فصل الشتاء. كل شيء بتنتجه ضيعتنا نحن بنشتغل فيه وبطريقه كثير طبيعيه، يعني اورجانيك 100%. المي كثير ضروريه لحتى نسقي الرزق، نسقي المزروعات والاشجار لحتى تعطينا، والا اكيد ما في عندنا مواسم، ما في عندنا شيء. الستات السوريين بيساعدونا بالتحضير، بدنا نقشر السفرجل، بدنا نظبط رب دبس الرمان، يقشروا لنا الرمان، يفقوا لنا الرمان والباقي كلياته، انه هيدا اهم شيء من الاساس لحتى يساعدونا بتحضير للطهي للطبخ للتحضير. هاي حفار السير، هاي دودة بتيجي حشرة بتبيض هون، بتصير يرقة جوا، بتصير تاكل بجزع الشجرة. شو وين ببين؟ إذا فيك تصور القسم فوق، هيدي الشجرة سنت جايبة لتيبس أكيد 100%، لأنه اليرقة جوا عم تاكل من اللب تبعها، بدها تتحول ليابس، ما في مجال. هيدي العطش، إذا في مي موجود المي ما بتقدر هي تأثر. بس تعطش بتفوت تشتغل فيه تحفر.
نحن عندنا بيارة، بس البيارة بدها صيانة، والصيانة ما في ماديات لواحد يتابع تأهيلة أكثر من موقعين ثلاثة بحاجة، يعني كبيارة تحت الأرض بحاجة لحتى لتأهيل، ومع مرور الوقت كمان بيكون بدهم صيانة، بس ما بيغطوا المي الأساسية اللي هي نبع سير مثل ما بيقولوا نحن، اللي هذا حق لنا لازم ناخذ منه طيلة فترة الصيف. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بيعطونا المركزية الإدارية، يعني نحن بنقبض، نحن بنصرف على حالنا، نحن عم ندفع، نحن كان مصلحة الري عم تدفع عم تجبر، والكان مصلحة المياه الشافة كمان عم تجبر، بيروح هذا المال للمؤسسات وانطار ترجع شو بيعطوه، يعني انطار. نحن عندنا ضيعة فيها لا يقل عن 400 بيت، إذا 280,000، 400 عيار مي، 280,000 عم تحكي أنت 100 مليون. ما أعطينا 100 مليون المؤسسة. لو أعطينا كل سنة 100 مليون، نحن كل سنة 100 مليون نحن بنكفي حالنا. السوري هو شريكنا بالزراعة. يعني نحن من دوم السوري ما بنقدر نزرع بالأرض لحولنا، لأنه الأرض مكلفة، زراعتها بدها تعب وبدها عمال كتير، و يعني ضروريين نحن نعيش نحن والسوريين بالأرض، لأنه ما في مية. الآن هاي ما تجي من فوق ما طوع، صار لها شي 3 شهور ما في مية، وعم تبس طعومة، طلع كلها يابسة، كلها محروقة حرق. ولو في مي في شغل، يعني بصير شغل، يعني بصير إنتاج. يعني هلا نسبة النازحين عندنا مع اللي كانوا بالأول 1000، نحن كبلدية عملنا إحصاء وعملنا لهم بطاقات 1000 شخص. هول 1000 شخص بيعتمدوا كليا على الزراعة، يعني اليوم إذا أمننا الميات 1000 شخص بيشتغلوا عنا، وما أمننا الميات نحن وياهن لبرا.